إلى ناحية العباسية بالتحديد بمحافظة النجف، حيث تحدث الناشط أبو زين العابدين حول كارثة صحية لا يجب السكوت عنها مطلقا. أشار إلى انتشار الأمراض وحالات التسمم بسبب رمي مياه الصرف الصحي في النهر مباشرة دون تصفية ومعالجة. دعونا نشاهد المقطع التالي الذي تحدث فيه الناشط حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف ناحية العباسية، يعني نظل مناشدات ومناشدات ومناشدات واحتجاجات، يعني المسؤول من يستلم راتب المسؤول المحلي بداخل الناحية بالقضاء بالمحافظة، شنو هذا الراتب؟ الراتب الشرعي والقانوني شنو عمله وحماياته والسائق مالته ورايح جاي ومنصب وتقاعد؟ يعني احنا نظل كل شيء بسيط متواضع لازم هاي، وثاني يوم تجون تشك 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 سوينا لكم؟ يعني احنا نظل ما عندنا شغل، ما عندنا عوال، ماكو فاتحه، ماكو واجبه، ما عندنا عمل؟ اشتاكي عوالنا نحكي بصدق، يعني احنا نظل نفتر وراكم من شغله شغله. شوف 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 ابناء محافظه النجف بالكوفه ناحية العباسية تفوت بالسموم المجاري، شوف هذا من المستشفى ناحية العباسية، هذا من القصاصيب اللي يذبحون ناحية العباسية، هذا مجاري العباسية كلها تذبحنا، هذا شط العباسية. شوف المشروع وين المي، شوف منو يا عالم بيكم صمم هاي المشاريع، الوضع هاي الفكرة والخطة. شوف شوفوا مشروع العباسية مال المي، أبناء ناحية العباسية شوف من يشربون مي، من هذا المشروع لقبالكم، وين المجاري مال العباسية هاي؟ شوف المجاري يذب أمراض وسموم، زين عوفوا هذا نقول تصريف مياه ومنا المشروع تحلية وتصفية وتنظيف وتعقيم ويطي ناس معقم. ما فكرتوا بهاي الناس الفقرة؟